النهارده كان في لاعب محترم اسمه كريم أسامة بيلعب في فريق طنطا في دوري المحترفين، وحصلت وقعة غريبة وطريفة شوية. كريم أسامة اطرد ازاي؟ خد انذار بسبب الاعتراض، تمام، على الحكم، وبعد كده راح سجل هدف. اللقطة هي امام حضراتكم، تمام، وبعد كده راح سجل هدف قدام فريق النجوم. بعد ما سجل الهدف على طول راح قلع التيشيرت، انا واخد انذار، فرحت قلعت التيشيرت، فطبيعي جدا هياخد انذار تاني. فالراجل يا عيني بيحتفل وقلع التيشيرت ومتحمس جدا وواخد انذار، ف وسلم على مدربه، رجع طبعا وحد بيلحقه بالتيشيرت، تلحق نفسك انت واخد انذار يا ابني، حد بيقول له اهو انت ناسي ولا ايه، تمام، انت نسيت ان انت واخد انذار يا جدع. فطبعا خد طرد في موقف يعني كان يبدو غريب شويه، ومعرفش هو فكر في ايه ساعتها، بس اكيد ليه يعني اكيد هو في سبب، اكيد في سبب حصل انا معرفوش، فتعالى نعرفه نفهم يعني. والجول حلو، في التحرك كان حلو قوي كمان في الجول بصراحه يعني. طيب معايا اهو عبر الهاتف الان الكابتن كريم اسامه لاعب فريق طنطا صاحب هذه الواقعه. يا كابتن كريم منور الدنيا. املي الشبكه الفل. معلش يا كابتن كريم لو نقف في حته بس فيها شبكه عشان الصوت مش واضح. تمام حضرتك سامعني كده؟ ان شاء الله يبقى كويس. اخبارك ايه؟ كله بخير؟ والله الحمد لله تمام والله. الاول بهنيك على الهدف ده عشان لسه وانا بشوفه دلوقتي قلت هدف حلو، التحرك بتاعك فيه كان عظيم جدا يعني قبل ما نتكلم على اللي حصل. ربنا يخليك، تسلم لي والله. طيب في البدايه طبعا انا على حضرتك ومسا على مشاهدينك. اهلا بيك. والله بص ايوه هي الواقعه بالمناسبه يا كابتن كريم غريبة. الواقعه وانا بشوفها النهارده ابتسمت زيك كده بالظبط، قلت طب ليه؟ طبعا الناس كلها، انا اتفاجئت من الناس كلها بتتكلم يعني الواقعه كلها والناس كلها بتتكلم على الواقعه ديت. صحيح طبعا يعني واقعه غريبه طبعا. انا بص انا خدت خطه والله في دماغي، خدت خطه في دماغي قويه جدا يعني بصراحه، وطبعا نزل الجهاز الطبي وكده وتعليق، بس انا خدت انذار بعد ما قمت طبعا بعد اذنك حكم. الناس بتلعب جامد وبتضرب حضرتك، ما بتحسبش، ما بتديش فاولات اصلا. فما تتكلمش معايا وامر فعل انذار. فبعدها خدت خطه في دماغي، فانا نسيت والله اللي انا خدت انذار. يعني وانت استنى بس استنى استنى يا كابتن كريم عشان افهم، يعني وانت بتحتفل وبتقلع التيشيرت انت ما كانش في دماغك ان انت واخد، انت عارف انك لما هتقلع التيشيرت هتاخد انذار من الخبطه. طبعا من الخبطه نسيت. من الخبطه. طيب ده يفسر اللي حصل. انا برضه انا قعدت اقول ده ضحى مستقبله في المباراه، قال لك انا هطرد مش مشكله. فانت كنت طبعا نسيت. بس هنا انت هنا دلوقتي بقى بتقول لي حاجه ثانيه تخوف اكتر، يعني انت وانت في الملعب كان عندك خطه جامده في دماغك وكملت اللعب عادي. وكملت طبعا. ما برضه ده مش صح يا كابتن كريم، برضه لصحتك وسلامتك. انا طبعا يعني انا من خلال حضرتك حابب برضه، عشان في ناس زعلت مني كتير بصراحه في طنطا، حابب طبعا اعتذر طبعا لجماهير نادي طنطا، واعتذر لمجلس الاداره وللجهاز الفني واللعيبه، طبعا بعتذر لهم عن اللي حصل دوت. لعبنا 50 دقيقه تقريبا مضغوطين بسبب الطرد، طبعا اثر على الفرقه كلها. فانا طبعا بعتذر لهم من خلالك. طيب وطب كابتن كريم وانت رايح للحكم بيديك الانذار الثاني قلت له ايه؟ قلت له يا كابتن، حضرتك يا كابتن احنا اللمسه اليوم يا كابتن بتعتبرها فاول، احنا يا كابتن عمال ترفع لنا انذارات، احنا بقناش عارفين مين خد انذار. انت بتقول له احنا نسينا مين من كتر الانذارات، فانت نسيت مين اللي واخد من كتر الانذارات يا كابتن، احنا بقناش عارفين مين خد انذار. لينا احنا. بس خلاص كان الفاس واقع في الرسم، هو مش هينفع برضه يقول لك مش تاخد انذار بعد ما قلعت التيشيرت يعني. خلاص احنا هيعمل ايه يعني، هو حتى لو عايز. انا طبعا انا بحمد ربنا طبعا على الفوز، احنا طبعًا الحمد لله اللي احنا كسبنا طبعا، ضبط على الـ على الـ على الـ على اللي حصل ده يعني، الحمد لله يعني من عند ربنا طبعا. صحيح. كابتن كريم اسامه لاعب فريق طنطا، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. موقف غريب شويه برضه مش ما فهمتوش يعني. طيب